السلام عليكم. إيران توعدت إسرائيل بعملية انتقامية جديدة، وذلك بسبب عملية وضربة خاطفة نفذتها تل أبيب في 48 ساعة الماضية استفزت إيران كثيرا. الأمر أصبح واضحا من تصريحات مباشرة صدرت اليوم من القائد العام للحرس الثورية الإيراني اللواء حسين سلامي، والذي أكدت تصريحاته العديد من الوكالات الإيرانية مثل وكالة مهر نيوز ووكالة تسنيم وكذلك وكالة سبوتنيك أيضا الروسية. والأمر مرتبط بهجوم إسرائيلي في اليومين الماضيين في داخل سوريا أدى إلى مقتل سعيد أبيار أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل جراء الضربة الإسرائيلية هنا في معمل لصهر النحاس في مدينة حلب، وتحديدا إلى غرب بلدة حيان ضرب هذا المصنع، قتل هو وشخص إيراني آخر، بالإضافة إلى مقتل 30 آخرين، 30 بين قتيل وجريح من الجنسيات السورية وغير السورية جراء هذه الضربة. وكانت هنالك تحديثات جديدة قادمة من القمر الصناعي توضح النقطة بالضبط التي استهدف فيها سعيد أبيار، وإسرائيل طبعا اصطادته في هذه المنطقة. هذه مدينة حلب، هنا بلدة حيان التي نراها، وهذا هو بالضبط المصنع الذي ضرب فيه وقتل فيه سعيد أبيار. إذا ما ابتعدنا قليلا للتأكد من الصور المحدثة من الأقمار الصناعية سنلاحظ بأن هنالك مبنى ومستودع كبير كما هو واضح، مبنى ثاني، مبنى ثالث، وهذا هو المصنع الذي كان هدفا. ونلاحظ أيضا بعض العلامات على الأرض التي ستتطابق وستكون مطابقة تماما للصورة التي نراها هنا، ولاحظ هنا نفس العلامات تماما والمباني، وهذا هو المصنع، مصنع النحاس الذي نتحدث عنه. وبالتالي لاحظ التغير الذي جرى هنا على هذه النقطة تحديدا هنا في 29 مايو، ولاحظ ما الذي جرى في 3 يونيو الحالي، أي في اليومين الماضيين، هنا قبل وهنا بعد. لاحظ الدمار الكبير والضربة الكبيرة التي جاءت هنا وتحديدا في هذه المنطقة، هذه النقطة فعليا التي ضربت من قبل الجانب الإسرائيلي هنا قبل وهنا بعد، والمبنيين واضح جدا هي التي ضربت هنا. نأخذ صورة واضحة من القمر الصناعي ونحاول أن نقترب منها، وسنفهم تماما أن هذه الضربة كانت باتجاه هذا المصنع الذي يبدو بأن سعيد أبيار كان موجودا فيه، وضربة أخرى أيضا باتجاه هذه النقطة التي أدت إلى مقتل كل من في هذا المصنع من الفصائل المسلحة المقربة من إيران. وكانت هنالك معلومات متداولة كثيرة عن هذا المستشار في الحرس الثوري الإيراني، قالت بأن هذا الرجل ورتبة هذا الرجل هي لواء في الحرس الثوري الإيراني، وبأنه قائد العمليات العسكرية الإيرانية في سوريا منذ عام 2020. وأكبر دليل على أهمية هذا الرجل هو حضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الذي نتحدث عنه اليوم، إلى مراسم تشييع سعيد أبيار بهذه الطريقة. وهنا صدرت التصريحات من سلامي الذي قال الآتي اليوم: على إسرائيل أن تنتظر ردنا على اغتيال المستشار العسكري في سوريا سعيد أبيار، سيدفعون ثمن دماء الأبرياء التي سالت في هذه الجريمة، وعليهم أن ينتظروا الجواب. وهذا يعتبر أيضا أول اعتراف من قبل الجانب الإيراني لمقتل مستشار في الحرس الثوري الإيراني في سوريا بعد العملية الخطيرة التي نفذتها إسرائيل على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل من هذا العام، الضربة التي دمرت القنصلية الإيرانية بالكامل وأخرجت السفارة الإيرانية تماما عن الخدمة، وأدت هذه الضربة إلى مقتل 7 من أبرز عناصر الحرس الثوري الإيراني، وهو الأمر الذي دفع إيران إلى إطلاق عملية الوعد الصادق الذي استخدمت فيه الطائرات المسيرة وكذلك أيضا الصواريخ البالستية وصواريخ الكروز لتستهدف للمرة الأولى على الإطلاق إسرائيل بهذه الطريقة وبهذا الشكل. وفعلا تمكنوا من إصابة قاعدة نيفاتم في نهاية المطاف، القاعدة الخاصة بطائرات F-35 الشبح، وهي ليست بعيدة أبدا من مفاعل ديمونا، لترسم إيران من خلال هذه العملية معادلة جديدة ضد إسرائيل: إن قمت يا إسرائيل بأي هجوم في المستقبل ضد أي عنصر من عناصر الحرس الثوري الإيراني على سبيل المثال في سوريا، أو قمت بأي ضربة أدت لمس السيادة الإيرانية
الإيرانية فإننا سنستهدف إسرائيل بشكل مباشر. لكن واضح جدا من العملية التي جرت في اليومين الماضيين بأن إسرائيل لم تهتم أبدا لهذه المعادلة التي حاولت إيران من خلقها ومن تحقيقها ضد إسرائيل، وتمكنوا من إصابة هذا المستشار في الحرس الثوري الإيراني سعيد أبيار هنا في مدينة حلب في جبهة مختلفة تماما عن الجبهة باتجاه إسرائيل طبعا بمرتفعات الجولان. هذه جبهة مختلفة هي باتجاه هيئة تحرير الشام، وإسرائيل مع ذلك عرفت المعلومات وجمعت المعلومات المطلوبة لتقوم بهذا الاستهداف المباشر ولتؤدي هذه الضربة إلى مقتل هذا المستشار ولتستفز إيران تماما، وجعلت حسين سلامي أن يصدر هذه التصريحات التي نتحدث عنها اليوم. بالتالي السيناريوهات مفتوحة لطبيعة ما توعد به القائد العام للحرس الثوري الإيراني فيما ممكن أن تقوم به إسرائيل إذا ما كان هجوما مباشرا أو غير مباشرا على إسرائيل. لكن أيضا لا بد من الانتباه أن هذه التصريحات الصادرة من سلامي هي لا تأتي في توقيت عادي، هي تأتي في توقيت يجري فيه تصعيد كبير باتجاه حزب الله اللبناني من قبل إسرائيل. إسرائيل أصبحت لديها أو لها نوايا لحرب مباشرة على حزب الله في ظل تصعيد كبير بين الطرفين تصاعد بشكل هائل خلال هذا الأسبوع تحديدا، وبالتالي يبدو بأن إيران تريد أن تستغل مسألة مساندة حزب الله اللبناني فيما ممكن أن يكون قادما ضد هذا الحزب المهم الذي يعتبر هو أهم الأذرع الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قدراته وتدريبه وتسليحه وإمكانياته المتفوقة تماما على الكثير من الفصائل أو أغلب الفصائل الموجودة في المنطقة، بل بسبب أن هذا الفصيل هو الفصيل الوحيد الذي يمتلك حدودا مباشرة على إسرائيل ولديه قدرة فعلا على مواجهة إسرائيل وإلحاق الخسائر بالجانب الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس يبدو أن سلامي وإيران تستغل مسألة الآن استهداف هذا المستشار في الحرس الثوري الإيراني كذريعة لها لتصعيد مباشر على إسرائيل لمحاولة مساندة وحماية حزب الله قدر الإمكان. وإسرائيل فعلا يبدو بأنها جادة الآن للتقدم باتجاه لبنان، ليس فقط بسبب الإعداد العسكري لا أبدا، بل بسبب التصريحات التي رأيناها والقادمة من عدد من العناصر المهمة في الجيش الإسرائيلي مثل رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي الذي قال بأن الجيش يقترب الآن من نقطة القرار على طول الجبهة الشمالية، والجيش الإسرائيلي مستعد للغاية لهذا القرار. كذلك صباح هذا اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت وصل إلى شمال إسرائيل واجتمع بالقيادة الشمالية، اطلع على التحضيرات على التدريبات على الخطط المعدة للبدء بالتقدم باتجاه جنوب لبنان بعملية عسكرية كبيرة وخطيرة للغاية. وأيضا في نفس الوقت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم قال بأننا ونحن مستعدون للقيام بعمل قوي جدا في الشمال بطريقة أو بأخرى، سوف نعيد الأمن إلى الشمال. كذلك أن هنالك ضربات كبيرة بدأت الليلة الماضية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ضربت العديد من النقاط والبنى التحتية الخاصة بحزب الله الحدودية مع إسرائيل، وكانت هنالك تقارير محلية إسرائيلية تحدثت ببساطة بأن المستوطنات الإسرائيلية والبيوت الموجودة فيها اهتزت من شدة الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان باتجاه مواقع حساسة لحزب الله. ويبدو بأن الأمر شيئا فشيئا بدأ يصبح خطيرا الآن في لبنان، خاصة وأن كان هنالك إطلاق للنار بحسب ما صدر من قبل السفارة الأمريكية في بيروت، إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية، وهذه ليست من المشاهد التي نراها يوميا طبعا. وقالت السي بي اس نقلا عن الأسوشيتد بريس بأن 4 أشخاص خاص وأربعة مهاجمين هم الذين نفذوا عملية أطلاق النار والهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت. ولكن الواضح جدا من خلال هذه المقاطع المصورة أن شخصا واحدا هو الذي كان يطلق النار مباشرة على السفارة الأمريكية كما نلاحظ، طبعا ألقوا القبض عليه بعد إصابته، وكذلك اتضح لهم بأنه يحمل الجنسية السورية. لكن لا بد من الانتباه أن حزب الله اللبناني لديه عناصر في سوريا ولديه عناصر في لبنان، وممكن أن يكون لبنانيا يحمل الجنسية السورية لحرية الحركة في داخل سوريا بشكل عام. ننتظر ونرى طبيعة التصريحات حول هذه العملية، لكنها طبعا تعتبر انذارا خطيرا للغاية. وبشكل عام إسرائيل لديها معضلة بحسب إسرائيل ريدار فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية تجاه جنوب لبنان. ما إذا كانت إسرائيل فعلا
ستحقق أو من الصائب بالنسبة لإسرائيل أن تتخذ القرار الآن للتقدم إلى لبنان أو تنتظر قليلا لعام أو لعامين؟ بالنسبة للخيار الأول والمعضلة الأولى بالنسبة لإسرائيل، أولى هذه الأمور بأن هنالك إيجابيات من بدء العملية الآن أو قريبا أو في الأيام القليلة القادمة على حزب الله، بسبب أن الجيش الإسرائيلي الآن انتشر بشكل كبير في الشمال الإسرائيلي، المنطقة أصبحت معدة عسكريا للتقدم، المناورات انتهت، التدريبات أصبحت واكتملت، وأصبح الجيش جاهز لعملية التقدم على حزب الله اللبناني، والذريعة الدولية حاضرة بالنسبة لهم للقيام بهذا الهجوم. كذلك لا بد أن لا ننسى بأن حركة حماس الآن ضعفت كثيرا خلال هذه المعركة الجارية في قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي يتقدم في مدينة رفح، لم تعد هنالك ترسانة صاروخية كبيرة لدى حماس من الممكن أن تؤثر على وضع القوات الإسرائيلية ورغبتها بالتقدم إلى جنوب لبنان، وبالتالي تصبح الأولوية لجنوب لبنان تحديدا وهذه المعركة. ولكن أيضا في نفس الوقت، إن انتظر الجيش الإسرائيلي لعام أو لعامين، فمن الممكن أن يستفيد من طبيعة الأموال، أن تزداد الأموال والدعم الذي يتحصلون عليه، وكذلك تزداد الذخيرة، وأيضا تزداد المعلومات التي يقومون بجمعها ضد حزب الله اللبناني، وأيضا أن الجيش الإسرائيلي سيرتاح قليلا لعام ولعامين من هذه الحروب والتصعيد الكبير الجاري الإقليمي، وبهذا الجيش الإسرائيلي يصبح أكثر استعدادا لتحقيق عملية ناجحة ضد حزب الله. كذلك لا بد من الانتباه بأن القادة في العالم، القادة في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا القادة الأوروبيين، من الممكن مع الانتخابات القادمة أن يتغيروا إلى قادة آخرين، قادة يدعمون إسرائيل بشكل أكبر من الدعم الذي ممكن أن تتحصل عليه إسرائيل ضد حزب الله اللبناني، أما بدأت بالهجوم الآن. وكذلك في نفس الوقت أن بنيامين نتنياهو لا يمتلك هذه الشعبية الكبيرة، هنالك اعتراضات كبيرة من المحليين أو من الشعب الإسرائيلي بشكل عام، هذه الحكومة فشلت وأخفقت سياسيا وكذلك أخفقت على المستوى الاستخباري، هنالك الكثير من المعارضين ضد هذه الحكومة، وبالتالي الانتظار لعام أو عامين بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة من الممكن أن يؤدي إلى حكومة إسرائيلية جديدة مدعومة من الشعب الإسرائيلي مع قادة جدد في المنطقة، وبالتالي والجيش أيضا مستعد كما تحدثنا على العديد من المستويات المادية، السلاح، المعلومات، وبالتالي ستوفر كل هذه ظروفا جيدة لإسرائيل للتقدم باتجاه حزب الله اللبناني وتحقيق هجوم ناجح للغاية. ولكن أيضا العيب في هذه المسألة أو نقاط الضعف في عملية الانتظار هي أن من الممكن بعد سنة أو سنتين لن تمتلك إسرائيل الذريعة الكافية للقيام بالعملية التي تبحث عنها، وهذه الذريعة هي متوفرة الآن بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة أيضا للجيش الإسرائيلي للقيام بمثل هذه العملية. بالتالي هي ظروف خطيرة وكبيرة، تهديدات إيرانية في توقيتات حساسة فيما يجري أو يأتي باتجاه حزب الله قد يكون أمر مدروس استراتيجي للغاية من قبل الجانب الإيراني.